الو، ايوه يا حبيبتي، لا استنى اقف في حته فيها شبكه. الو، ايه عامله؟ ايوه يا حبيبتي، لا معلش الناس كانت بتسقف. عامله ايه؟ لا انا في الشغل اهو بسرق. ادعي لي ربنا يكرم. لا بلاش امك تدعي والنبي، اخر مره خدت 5 سنين. بلاش والنبي. ايوه يلا يلا يا حبيبتي، سلام سلام، نتقابل يوم الثلاث. سلام. يوم الثلاث؟ انا اول مره في حياتي استخدم يوم الثلاث ده، يوم ملوش اي لازمه في قلب الاسبوع. يعني ايه مبرر وجوده؟ مش عارف. الجمعه اجازه كل الناس، السبت اجازه البنوك، الحد اجازه المسيحيين، الاثنين اجازه الحلاقين، الخميس اجازه المتجوزين. التلات بقى بيعمل ايه في النص؟ مش فاهم. انا رايي نشيل التلات ده ونحط مكانه مثلا علاء. والله الاسبوع يبقى احلى، يبقى سبت حد اثنين علاء، اربع خميس جمعه. والله يبقى طعم. انا هقعد اضيع اليوم في التلات؟ انت يا ابني عايزين نسرق يا طفاشه، يا دي يا طفاشه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه يا؟ انا لقيت موبايل وسط المجوهرات. يعني انت مش فرحان انك لقيت مجوهرات، فرحان انك لقيت موبايل وسطي؟ ايوه يا ابني، ده موبايل اندرويد. موبايل ايه؟ موبايل اندرويد. موبايل اندر؟ ده موبايل كوتونيل ده ولا ايه؟ يا ابني انت غبي يا ابني، ده موبايل اندرويد، يعني فيه واتساب. واتساب مين؟ يعني الواتساب البت. وايه الواتساب مين؟ يا ابني موبايل ايه؟ مش فاهم حاجه يا ابني. ده فيه فايبر. ده فايبر ايه يا ابني؟ ده موبايل ولا الحاف؟ بقول لك انت غبي وهتقرفني، ده موبايل اندرويد، يعني فيه قمرتين، قمره من ورا وقمره من قدام. اخيرا يا رب، اخيرا احقق حلمي، اخيرا هتصور سلفي براحتي. هتتصور ايه يا حبيبي؟ سلفي. ايه السلفي ده؟ اقول لك انا، تطلع موبايل كده وتجيب الكاميرا اللي من قدام، تقوم جرها في ايدك كده عشان تتصور. بس قبل ما تتصور ايه بقى؟ تقلب جن. بص. والله طول عمري اسمع عن بوز البطه، اول مره اشوف بوز القرد. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اثبت واهدى بدل ما نروح الاسم ونتصور سلفي من ابو ارقام، عارفه اللي هو ده. طب انت اخويا شفت بوز القرد؟ انا اول مره اشوف بوز الاخس. شفت؟ يا ابني ما تتخباش، يعني هنصور نفسينا سلفي ورانا المجوهرات وننزلها على الفيسبوك بقى ونعمل لها صفحه ونكتب عليها ايه؟ المجوهرات اللي ورايا دول مش بتوعي، دول جولي نقطه في اسبوعي. وزع فشار بقى على الناس. طبعا يا ابني. يا عم ما تقرفناش، بطل غباء. انت اللي غبي يا عم. والله العظيم انت اللي غبي. والله انت اللي غبي. هثبت لك. فاكر يوم ما رحنا نسرق وقلت لك شايف الخزنه دي عايزك تفورها؟ فاكر عملت ايه؟ خدت الخزنه قعدت ارج فيها لحد ما فارت. هي كده فارت؟ مش غرقتنا فلوس يبقى فارت. انا هثبت لك. فاكر اول امبارح لما رحنا فرح علي علوكة؟ لا مش لا افكرك، خد تعالى. مش واحنا راجعين وقفنا كمين قال لنا انتوا شاربين؟ قلت له لا يا باشا فايقين. قال لي طب قول لي جمله اخرها لا، لو قلتها تبقى فايق وهتروح. قلت له انا اقتل اسرق اخش البوكس لا. قال لي انت فايق روح. فاكر انت عملت ايه؟ لا مش فاكر. لا افكرك، انا الظابط. خد يلا. باشا خد تعالى. انت مين؟ انا العبد لله ضرب القطر في ظهره ومشاه. الجرافيك ده اللي انت عايش فيه ده، انت متكيف صح؟ متكيف؟ لا. طب لو قلت لي جمله اخرها لا يبقى انت فايق وتروح. باشا وانا قلت لك على حياه حياتك على السداني؟ لا. يبقى انت فايق يا باشا روح. صح ولا لا؟ افتكرت؟ مش ساعتها الظابط اعجب بينا؟ واصر يروح معاه الاسم وياكلنا هناك؟ والله ده لسه ما لمتش بواقي الاكل اهي من على قفاه. انت ما بتعرفش تلم السفره. انا مالي؟ بقول لك ايه؟ وبعدين انت مشغل معانا واحد غبي، وانا الاغبياء بيعطلوني والمسحه. والله بيعطلوا جدا الاغبياء. والله العظيم. معلش ده قريب المعلم نستحمله، ماشي؟ ماشي. اسمه ايه هو؟ اسمه فرنكات. ايوه هو ترنشات. يا دي يا ترنشات. فرنكات. يا ايوه يا عم. مش عارف مش عارف انط، مش عارف انط من على السوره، اعمل ايه طيب؟ مساء الخير. مساء النور. انا وسام. مساء حضرتك. مساء الخير. ايه ومساء؟ احنا حراميه يا ابني. صباح الخير يا ابني. صباح الخير. احنا مجرمين حراميه. هاي هاي ايه يا عم؟ احنا بنسرق اكونت على الفيس. وايه اللي هاي؟
يا ابني حراميه، يعني تخش تقول ليلتكم بتشكل وانا بتاع كفته؟ يا عم ده ما ينفعش معاك الكلام ده، انت شايفه ده وسيم. ربنا يخليك، ده انت اللي قمر. ما تقوليش قمر يا عم، يعني انت كويس. ما تقوليش كويس، ده منظر واحد كويس. ايوه حد حلو. انا مش حد حلو يا عم. خلاص حد زفت. الله يخليك يا قذر. والله العظيم هتغرى وبطل سرقه. والله يا زباله. الله يبارك لك يا رب. انتوا بتفرحوا بالحاجات دي قوي قوي. طب استنى، يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. اه والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. اه والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. اه قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل. قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل؟ ما اعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ العياده بتاعته في شهقه رقم كام؟ اه ده انتوا لقيتوا بعض بقى. لذيذ قوي زميلنا الجديد اللي انا. هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى، وعايزين نسرع عشان نخلص. انت قال لك تقتل، جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام ماشي. ونخش بقى معانا كشافات، نخش بقى المكان اللي هنسرقه. هو في واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض، تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب، فهي تتقلب تعجبني اغتصبها بالمره بقى ما احنا بنسرق. فلما اغتصبها بقى تقوم هي مخربشاني وما انا قاتلها، بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم بطوله مين اللي انت بتحكيها؟ بطوله انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جالي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه، انا عايز اقتل. ايه ده اعمل له ايه؟ يا ابني عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه؟ تعالجوني. لازم هتقتل. هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل. افضحكم. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل. اعمل انت الخدامه. ماشي خدامه. ما اعملش خدامات انا يا ابني. والله الدور ده حلو جدا. خدامه ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح في حد غيرك. اعمله. ما اعملش انا خدامات. لو سمحت ساعدني تعبان. ساعده بس. يلا والله قلت لك الاخباب يعطلوني. والله معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا يلا يلا. مشهد قتل الخدامه اول مره اكشن. يلا اقتلها يا استاذ. يا استاذ اقتلها. ما هي ما اتقلبتش. فما اتقلبتش فما عجبتنيش. هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها. بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شوية عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان استاذة عندها اوردر في مذكرات مراهقة. يلا يا جماعة مشهد قتل الخدامة تاني مرة اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها. ما هي بتموت لوحديها. ما بتفرفر قدامك اهو. معلش قول لها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه. واحده بتتقلب على السرير مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها. مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه؟ والله يا عاشر واحده اخربشها ان انا الاقي الجدون. ابدا يا استاذ ما تجننيش والنبي معاك. انا مالي انا؟ انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه ثالث مره اكشن. لا انت هتعمل لي عرسه هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اسبب بقى. اسبب بقى حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده حرام عليك. مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم؟ عايز اتعالج. والله بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك. والله بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو كده اهو تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس.
الله يرحمه كملي لي التلاجة لحمة. رواقي يا حبيبتي رواقي، مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اخي. نجار؟ اخر حاجة قالها لي هاتي لي الحباية وكوباية مية وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحتة اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعة في سنتك؟ صحيح بق النجار مخلع. ايوه كده فكي. بتضحكوا ما خلاص ضحكنا. انا عايش مساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط؟ اقول لك انا. احكي. انا حكايتي سابعه الكافر. انا وانا صغير كنت بحب ابويا قوي، ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبر. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكانه ميعاد السرقه، فيجي يقبض عليا، فاروح اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليت وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا ما اقدرش اعدي يوم بدون ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش ابويا مخبر هطلعه. حلوة قوي يا ابني. انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا. ونروح بقى نقف كلنا عرض بقى قدام الوكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى كلنا عرض كده، وانا واقف بقى في وسطهم وبعمل كده يعني. تقوم معديه، بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قتلها، بس قبل ما قتلها خربشها زي ما خربشتني. ده مديحه كامل مقصره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان؟ ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي والله العظيم لو ما عقلت المعلم هيجي من فوق. بص يلا لو ما عقلتش انا هخلص منك. ايه ده؟ ما انت معاك بتقتله. بتقتله يا ابني؟ انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا. والنبي المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني. قمت مخربشني خربشني خربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، ايه على المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعادي الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. اعمل البر خلاص. تذكر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرح لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جينا انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء. انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده. هو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا تفو انا فهمتك. بص انا هفهمك. تفو يا ابني افهم. تفو انت في قدامي بس يا ابني. يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله؟ يا عم شغلت ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 يا معلم تمساح.
معلم تمساح. يا 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 معلم. يا هوب. ما انا واقف جنبيكوا يالا، مش انا واقف جنبيكوا؟ أيوة. مش انا واقف جنبيكوا؟ أيوة. ده امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح يا معلم؟ مش شايفيني يالا؟ ايوه يا معلم. انت اول مره تجولي يالا؟ ايوه يا معلم. اصل ما كنا ايه ايه ايوه يا معلم. ايوه ايوه, أيوة. انت مش اول مره تشوفوني؟ ايوه انت اول مره تشوفوني يا معلم. يا معلم ها 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 يا معلم. ولا بلا لا لا الواد الاهبل ده يا معلم. ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ أيوة. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي التلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في تلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا. يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ مش على الطلاب التلاته فهمنا يا معلم. احنا اسفين، احنا مش عايزين نضيع وقت. انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء يا يلا كل يلا. لا اما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يلا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يلا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا. امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلي لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يلا ده انت ذكي يا معلم. اه ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي. هنقعد نرغي؟ لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يلا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. اه عامل تحريات. مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا. دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم. معلم ايه؟ ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم واستاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه جت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 ايه؟ والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص انا الصوت ده. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي. هتودينا في داهيه لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعه ها وتيجي تقول لي يلا. ماشي. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامي ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف دول اصحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي. يلا روح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. انت مين يالا؟ مصيبه يا معلم مصيبه. ايه اصحاب البيت جم؟ ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه. ماشي. احنا مش هنلحق نهرب. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها. ماشي. عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى. يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني. يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم. زمانهم طلعوا الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتم بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد لان انا ده حصل معايا قبل كده. والله حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. وكان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. يعني اصل ده حصل لي عارف سنه 69 مش انت قلت لهم؟ اه قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى.
خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميلادي بس النبي السنه يستنى باص خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص، هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير، امشي يا وحش خلاص. هو وحش ماشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا ابو ياد؟ قلت له ايه يا حبيبي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي، مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت يا راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ يش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. يا انا قلت له انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه. فهمتي؟ يا حبيبي ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا من الضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمهولك، اوكي؟ يا يا مياد انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا ثمانيه، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي. قولي ورايا. سيس. سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش لدغه في حرف سي. طب انت لدغه في ايه بالظبط؟ تحددي. انا لدغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام. ايام شاهين؟ يقى يا ميوت ايام. ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا، ايام زي كلمة ياي. سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا ميوت زي كلمة كيب. كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب. هو هو هو. لحظة يا حبيبي. يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير اللي هو الواو، حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجة. إيه؟ ارسمي الحرف. اهو حرف يام. يام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت. حرف اللام؟ ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ ركزي. قولي مريلة. 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 طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسة. ايه؟ انا لساني يا باص. انت بقيت تكيوني يا مياد. بتكيوني وبتتضيق عيا. لا لا مش كره، لا انا احبه احبه احبه. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت. انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي يا ربي يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب. انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو ده يفتق لي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طب ياي. ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا نهار اسود. يا مراد باشا ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتونشه ليه؟ سعيد يروح يجيب الباتونشه ليه؟ عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسا زينب دي. اشفخت عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسا مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الاليسا مراتك يا باشا. الاليسا مراتك؟ انا اسف. اسمها الانسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. انا اسف يا باشا انا اسف. جبت الحاجه؟ جبت يا باشا الحاجه. جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصيه وجبت سمسميه. يا ابني هو مولد النبي.
يا ابني انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه بس صح العيد ميلاد، جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك اه ما عرفتش انطقها. انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. في شار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتكدها في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا، انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في زابويس. تقدم في زابويس؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ غني. قوم نادي على الصعيدي واللي عايز يجيجي والبنات الاسكندراني اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع الشوهاجي والقناوي والشيناوي والمحلاوي واللي مية مية والنوبات جمال. ما توصيش الشوايس الدنيا حاجة كده كده والمتعلاوية. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد. خير يا باشا، صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي اياد تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. انت كل مولو يا دي كمان يا حبيبي. هو ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كمان كمان نص اللي قالوا لي كمان، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه باب، روح النادي مفيش فايده، نيجي هنا برضه مفيش فايده، حاجه زي الزفت. نروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا تروى وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورت بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني بس معلش. اخر مره كنت اتاخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجه اتاخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضو اللي كان ماشي على مهله، ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك عليا يا ابو ليل، بتمد ايدك عليا وانا اللي كنت عامله لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. أرجوك احرق من دهالي. ايه القرف ده؟ يما يما
القرف ده؟ دي قصة أورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة؟ ما فرقتش كتير يا حاج. دقيقة دقيقة ودي حلقاها فين يا حجة؟ عند أرفس يا حاج. هبقى أروح يسوي لي السوالف حلوة يا حجة. أنا زعلانة منك ومقموسة علشان أنت بتتهجم علي وبتشك في شرفي. أنت قلبك قاسي أوي أوي. أنت قاسي أوي أوي. أنت مش بتحس. إيه يا جيل؟ أنا مقموسة مقموسة مقموسة. خلاص ما تتقمسيش ما تتقمسيش ما تتقمسيش أرجوكي. عايزك تغني لي الأغنية اللي أنا أحبها. حاضر من عينيا يا تميد. أنا والليل يقول لي وأنت تغيب، أنا والشوق يسأل فين أغلى حبيب. أنا قلبي ينادي لك وروحي تروحي لك، يوقف بيا الزمن واستنى اشوف عينيك. هوبا رنجا 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 رنجانات، هوبا رنجا رنج ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح. ريحني يا حبيبي من خلاص يا حجة يا حجة. برضو مقموسة. خلاص بتتقم. تعالي انا عارف الهبل ده، هننزل صورة على الانستغرام. يلا انستا هابي، انستا ماي لافلي جير، انستجرام، انستا هبال، انستا خدام، انستا وتشافي. هاجي هاجي هاجي. برضو لسه مقموسة. خلاص العنقاب وشكلك زهقتني في حياتي. خلاص انت عارفة يا اعتماد ان انت كنت اكبر جزء من احلامي. كنت اكبر جزء من احلامك؟ ايوه. ازاي؟ انت عارفه يا اعتماد ان انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ارضيك. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. يعني لو قلت لك تفط من فوق السفره دي هتفط؟ والله لو ده يثبت لك اني انك ايه بحبك. انت مجنون مجنون مجنون. بس بقى علشان بقى عندي تعويره في رجلي. تاويره؟ ايوه تاويره. بس انت اثبت لي ان انت لسه بتحبني. اكيد لسه بحبك يا اعتماد. ايه ده انشكاح؟ ايه ده ارد الواتساب يا ده. بص يا اعتماد. ايه يا ابو ليال؟ دلوقتي انت هتروحي المطبخ تطبخي وانا هقف عند السفره اسفر. حاضر. سلام 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 سلام. يا ما خلاص يعني انتي تعالي خدي بقاياكي. مش قرف. ايه ده؟ في ايه؟ مساء الخير. ايه ده؟ هي السفره بتولد ولا ايه؟ لا ما لا بتولد، ما فيش حاجة، عادي ما فيش أي حاجة. أنت مين؟ أنا ضيف جاي الحفلة. طب مستخبي تحت السفرة ليه؟ مستخبي تحت السفرة عاملها لهم مفاجأة. إيه رأيك؟ إيه ده؟ ولابس كده طبعًا عشان دي حفلة تنكرية. عشان كده لابس حرامي. يا عم اسكت. حرامي إيه؟ لابس حرامي. لا ما كده الناس هتيجي تقبض عليا، مش هيفتكروني إنسان عادي، هيفتكروني حرامي بجد. يعني أنت إنسان عادي؟ أنا إنسان. وأنت بتعمل إيه تحت؟ لا ده الشكمان اتخرم بصلحها اهو اهو. شايل هات شاي والنبل اللص. الشاي والسجاره كليوباترا وايه ومفك صليبه. ماشي حاضر. انا من تحت عيني العجل. ماشي ربنا معاك. بقول لك ايه؟ قول. هي اللي كانت واقفه هنا دي مراتك؟
هي مراتي يا خدامة. ايوه خدامه على اصوله. على اصوله يعني ايه؟ بتخربش يعني. طبعا بتخربش وبترفس كمان. والله ايه؟ طب روح بقى انت هات لنا شاي نشرب انا واللسطة. لو احتجت اي حاجه نادي قول يا عماد هرد عليك. ماشي يا عماد. ماشي يا باشا. شكرا عمده. يلا يا باشا. حبيبي عمده. في رعايه الله يا باشا. يا رب اخف يا رب يا رب اخف. يا اعتماد اعتماد اعتماد. خير يا مسيبتي راجل. تعالي يا شاطره تعالي يا حبيبتي. انت خدامه؟ ايوه. طب يلا بقى. يلا ايه؟ يلا بقى. يلا ايه؟ يلا خربشي بقى. وانت كنت شاحنه خربشك ايه؟ يلا خربشي زي ما بقول لك. ده انت تلمى بقى. طب تعالي بقى تعالي بقى عشان ايه؟ انا اروح بيها فين دي يا ربي؟ اخدها فين ديك؟ اعمل بيها ايه؟ اعتماد. شرف العيلة بقى في الوحل يا سفلة يا خينة. مش أنا يا أبو العيل. كنت بتتمرجحة على دراعه يا سفلة. يا عم ما تفهمش غلط. أنا هخرج أروح أجيب السكينة عشان أقتلك عشان أشيل التنس. لا يا عم تتلاش. أمال أنا أعمل إيه؟ انت مجنون. ما حدش ياخدها من هنا. ده ايه ده؟ تعالي يلا بقى يلا ما تتمرقعيش. خلصي بطلي مرقعه. ده انت غبيه قوي. يلا بقى يا وليا. يلا يا وليا. تعالي بقى عشان انا بقى ايه. يلا بينا. تعالي بقى انا هاخدك بقى. روح بس بس اذبح على طول. اذبح اذبح بس امسك امسك اوعى تهرب منه. امسك ايه يا معلم يا ايه البيت اللي مليان حشرات ده؟ ايه يا معلم؟ مش كنت تستنى تدخن اول ونذبح ونوزع؟ نذبح ايه يا عم؟ ده انا مصطادها بالعافيه يا معلم. انت جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا؟ كده طفشتوها يا معلم. جاي تعمل لنا مصيبه ولا تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا؟ عايز اقتل يا معلم. اوعى تكون جاي تعمل لنا مصيبه هنا هلا. احنا جايين نسرق بشرف لكن تيجي تعمل لنا مصيبه؟ انا بقول لك ايه، مش عايز قلق. عايزين نهرب يا معلم. دلوقتي اصحاب البيت جم والشغالين. امال انت ما قلتليش ليه شغالين هنا ليه؟ الله يخرب بيتك. ما اعرفش يا معلم. اهم حاجه دلوقتي انا اقول لكم على خطه للهروب. ايوه يا معلم. بس ركزوا معايا عشان انتوا اغبياء. ماشي ماشي. الخطه بتاعت الهروب هنعمل ايه بقى؟ بسرعه بس من يا معلم. نعم بسرعه. الناس بس في البيت. لا ما تستعجلنيش. ماشي. الخطه دي عايزه تركيز. ماشي. احنا هنمشي على طراطيف صوابعنا. مش عارفين يعني ايه ترطيب صوابعنا؟ لا يعني ايه يا معلم؟ ترطيب مش الصوابع بيبقى لها ترطيب كده اهو؟ لو بص كده اهو كده اللي هو زي بتوع الباليه كده اهو. ها؟ ايوه. ما هم بيمشوا ليه كده؟ ليه؟ عشان بيبقى الجمهور نايم تحت. ها؟ تمشي كده اهو على ترطيب صوابعنا. بص امشوا عادي. يلا تعالوا. ايوه يا معلم دي فجأة يا معلم. استنى ناخد الحاجة. ناخد الحاجة يا معلم. حاجة بسرعة. هات الحاجة بسرعة عشان محدش يعرف. بسرعة هات الحاجة. يلا استخبى يا معلم استخبى. يلا استخبى 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 استخبى. زينب زينب زينب. كلهم مش موجودين دول. أحسن أسونا سنسونتي. أيوة يا روح قلبي السنسونة. أيوة يا روحي. إيه يا حبيبتي؟ دخلت ليه يا حسن؟ مفيش. قابلت وليا هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاع. طب بقول لك يا حسن ايه؟ ما تيجي تسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن؟ مش هروح البيت انا. خلاص
حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده. وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلع. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده عشان سنتي عشان بحبك عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحاله هتقلبي سحليه؟ على فكره يا حسن انت مقصر معايا قوي الفتره دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنه جيلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوه زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوه زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل، ليه نقعد نتشقلب عند الدكاتره؟ طب اقول لك ايه، جبت هديه للبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل، حلو كده؟ حلو يا اخويا يلا. اتفضل يا سيد. اتفضل. ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين قولي؟ انا اهو اهو محمود انا اهو قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحة ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربتك عشان انت عينيكي وحشة وبتحسدي. ايه؟ انا بحسد يا محمود؟ اه. بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه. محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك عشان خاطري فكني. عليا الطلاق منك ما هفكك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي ده الملك والملكوت، دي الفيلا في المنافله والمحشي استوى في الحله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ وقعت مش البرواز. مش مشكله شفت؟ بصي البقيت دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكله اللي وراه اجمد منها، اللي وراه مفيش كلب. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه ده؟ انا هقول لك ثانيه واحده لحسن الناس هيطردوني. ثانيه واحده. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدوره ومقوره. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عامله لي عمل، اكمني الرجاله كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي. فقامت عملت لي عمل، كل ما ابص لحاجه اقسمها اربع ارباع، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده اتحسنت ازاي؟ ابص للحاجه في لقها اتنين. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا. اتطورت قوي. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي فيلا. ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم. البسين اتخرم. خرمت البسين؟ خرمت البسين وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. اه ثانيه واحده. ثانيه واحده يا لهوي عليا. ثانيه واحده البتاع مسك في بعضه. الله يخرب بيتك، حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله
وثانيا هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر. وورا هكتب الاميره منى والامير حسن ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا تيوتا يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات فيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا لهوي. بص شعرها يا محمود. لا دي شعرها لحد هنا. دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر امله. آه حقيقه حقيقه حقيقه. ايه يا يهوي ايه؟ دي اللي بتطلع في دبر امله دي بقت جابر امله. يلا ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك مالك؟ قص شويه حسن. ماله قص شويه؟ قص شويه حيقي شعري. ايه؟ قص شويه حيقي شعري. قص شويه حيقي شعري؟ ده حيقي شانك مش شعري. الحق بتقول لك قص شويه حيقي شعري. يا حيوم. يا يهوي. يا خيابي. يا خياشي. يا يهوي عيايا. حيوم عليكم ويوي. ايه يا جماعه في ايه؟ حرام عليكم. بقول لك ايه؟ تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه؟ ايه؟ معلش انا ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص. بلا ارنبنا بلا انور بلا. ماشي. اسمعي واحده سهله وبسيطه. امر امير الامراء بحفر سفينه في الصحراء، كم راي في ذلك؟ يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتعجزوها، الولايه لدغه في الريها هنقتلها. بقول لك ايه؟ قولي بابا جاب لي حصان اتمشكحبه، لو ما اتمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ دي اسهل وما فيهاش ريه. لا 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 لا، قولي قفص بصل وقفص عصب، قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحدة من كل الحاجات دي. قول شايبة. ده بيقع بيقع. ركبي شعي مستعاي. ما خلاص يا زينب دي حتة صغيرة، تعالي وانا اعملها لك. بالراحة بالراحة. تعالى يا زينب. بالراحة يا سيد. بالراحة على الولاية يا سيد. تعالي. يلا يا زنوبة. بقول لك ايه يا زينب؟ اتفني البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقت شعر الولاية؟ ايه الطيبة دي يا بنت دي؟ ايه الطيبة دي؟ هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانية واحدة. الخطة البديلة. يا رب. ها؟ يا رب ده يجيب نتيجة. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى صحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد. انت راجل مهزق. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك، انت اصلا ابنه عشان فيك شبه منه. كلبوزه 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 كلبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم؟ انت مجنون. امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ اه يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بموائد رحمه. ابو شغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ اه. يعني بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضو، بس مش في شرم والغردقه. امال في ايه؟ في ابو قتاتة بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. اه انت انت غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. ايه التباهي والتفشخر اللي انت فيه ده؟ ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه. يعني معفن بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميين في منطقتنا ابو هيف البلعان. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في الصيف ونختص مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعان. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش كده، بتبيه كده وبتبيه كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده. بس وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بيب بي بيب بي واو. لا واضح ان العفنه في مقصله. بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور
ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذيذة. ايه في ايه؟ دكتور عين بجد؟ اه والله. ده انت خد التقيلة بقى. لا انا بتاع التقيلة. صح صح، بلاش التقيلة، خد الخفيفة بقى. انا دكتور عيون واكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ اه لسه جاي لي حتى طلبيه اول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جاي لي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجاي لي جوز ذهبي كده، ذهبي بتلج بقى فظاع. عندك عين عامية؟ عين عامية خالص؟ اه لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطة، نركب له عين جمل، عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين، نحط له بندقية هنا وبندقية هنا، وندهن عليهم جيلي تمام؟ ونجيب بقى ايه كريم شانتيه، ونقوم نقوم باظين هنا شوية وباظين هنا شوية، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوس الجميل ده هنا وبسبوس جميل هنا، ونجيب بقى شاليمو ونقوم ظابطين واحدة هنا وواحدة هنا، ونقوم جايبين كنز وحاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود؟ في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور العيون، الاقيش عندك جزء عيون رمادي 37؟ عايزاها برباط ولا بنص؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم انا. محمود هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. اعمل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص يا انت يا نيله بصي لي هنا. نعم. اوه 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 يا لهوي يا خرابي. ايه ده؟ ايه انت جبتها منين دي؟ ده انا مجمعها. دي فظيعه، اخيرا لقيتك بقى. بصي بصي، احنا هنتجوز، نتجوز انا وانت، مش هطلق سيد ونتجوز انا وانت. لا ما انا فاهمك اهو، انا اللي هفهمك، انا بدور عليكي من زمان. سيد ده بقى شبه زي الستات كلها عادي كده، لكن انت حاجه سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع، انا افهمك ليه. اسمع انت مني، هنتجوز بقى وتنتني. لا لا دين ده والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه. هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده، اللي هو اخوكي ده، هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني، هتعرف مين الهفا يا بيه؟ ثانيه واحده بس، هنتجوز ماشي. يلا بقى مينا. لا لا لا، ايه ده محمود؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي عايزه مني بقى ايه؟ تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي، امسكي فيا، خلي ايديكي بقى كده في ايديا، افتح ازوزها وانا مالوش عوز، هتحسي بيا يا استاكوز. وانت راجعه بقد انتظار. والله كنت هتقلب على ده. يا لهوي على العبط. محمود ايه انت طالق؟ انا هاخد ده. تعالى تعالى يا وحش، تعالى لي كده بقى. ايوه جميل، ايوه كده. هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ اه ايش ازاي؟ بص ايدي عامله ازاي، بص ايده. ايه رب بص شعره يا محمود. ايه رب ولعني يا حبيبي. يا لهو على خدوده. يا لهو ده انت عليك. ايه ده؟ في ايه؟ بص سمنته هو بيرقص، ده عليه سمانه. اه ايه ده يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل؟ لا حول ولا قوه. حسن حسن هو اسمه حسن؟ اه سيبهولي انا بقى. سلامتها ام حسن من العنوة من حسن، وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسن. سلامتها 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 ام حسن، وتواجن يا اختالي. شهر 900 عندك يا ام حسن. يا ام حسن هو انت بتاكل من ام حسن؟ ام حسن دي امي. عشان كده كرشك جالي بالزبادي. ابوس ايدك. لا لا ده انت كرشك مش طبيعي. كرشي لا هيقع يا وليا. لا هو ده. كيف انا عملت بيبي على نفسي ولا ايه؟ ايوه بقى كفايه كده، هيجي لي جفاف يا مفتريه. مش انا. لا 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 كرش، بص شوف بص يا محمود كرش، بص بتاع ده بص.
بتتكلم؟ حمام حمام، عايز اروح الحمام. افتح جيبك افتح جيبك، اعمل بيبي 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 والمصحف يخفي. بيبي اوعى الحياة يا رب اللي باقي الحياة يا رب. بيبي انا هعمل بيبي في الجنينه بره. اعمل في الجنينه هتجنني ام الحركه دي. دي بتقول حاجه تبط. انت ده مش واكل معاك خالص الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطه البديله ان شاء الله البولغه تجيب حاجه معاك. شفشف ذنوبه يا محمود ان شاء الله. يعني ده اللي هيجيب نتيجه؟ يعني قالوا لي كده ده اللي هيجيب نتيجه. ماشي يا محمود ان شاء الله. مش الناس الجامده دي ابوس ايدك، دول اللي فاضلين لنا. فاهدي احسدين انا. يلا 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 على الجنينه. يلا ده بقول لك في جنينه حلوه قوي هنا. بص سد لبسه يا نسه. سد لبسه حلوه قوي. اديك ابن الرصيه. سد ايه؟ الناس اللي فوق حبايبنا. هيقعوا بالبتاع والله هيقعوا. انا اسف ليك. خش جوه يا بابا. مراد يا مراد انت فين يا مراد؟ انت فين يا دكتور؟ اتأخرت ليه يا دكتور؟ جايبني على ملا وشي ليه يا مراد؟ انا متبهدل يا دكتور. في ايه بس؟ مراتي فطحاني ومبهدلاني مع الناس كلها باللدغه بتاعتها دي. طب ما تجيبوا لها دكتور. انت اهبل ولا ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ ايوه ايوه صح. بقول لك مبهدلاني ده انا امبارح ها كنا مع مهندس الديكور. تمام. جاي يغير لنا الصالون. فبتقول له بص انا هخليك تعمل الصالون ده على ذوقك، بس اهم حاجه يبقى على احدث طراز. احراق طول الليل والله العظيم بهدلتني. خلينا نخش في مهم يا مراد. ايه؟ خلينا نخش في مهم دلوقتي. الحروف الابجدية كم حرف؟ 28 حرف. طب ما ليها حق تتلخبط؟ والله 28 حرف ده كتير قوي. كويس انها حفظتهم. انت جاي تعالجها ولا تستهبل؟ خلينا نناقش الموضوع بالنظرية والحل. دلوقتي عندها كم حرف بايظ؟ 2. بقى كم ال 28؟ 26. طب ما ده سن كويس للجواز. انتوا متجوزين؟ انا مش ناقص شلل يا دكتور النيل. انا بس عايز افهم انتوا خلفتوا حاجه ولا لسه؟ خلفنا ايه؟ خلفتوا حاجه ولا لسه؟ لا ما خلفناش. لو ما خلفتوش ما تجي لي العياده بقى احشي لك الضرس الفوقاني ده. وبعدين انا جبت جهاز ممتاز والله. انت دكتور ايه يا رب؟ انا ايه بقول لك ايه؟ ركز معايا. انا عايزك تلصمها لي بس ان شاء الله نص ساعه نعدي العيد ميلاد. لا شوف اي حل بس عايزها تنطق عادي. الناس بتتريق عليها وبتقعد تعيط وانا اقعد ادادي فيها والحاجات دي. مراد اطمن يا مراد اطمن. انا هديها علاج مؤقت بس يمشيها بس فتره العيد ميلاد. اما نشوف بهبلك ده هتعمل ايه. هي فين؟ هي في اوضه المكتب. تعالى معايا. طيب ماشي. السودانيه الفوليه اللذيذه حلاوه طنطم شبيه. السودانية الفورية اللذيذة حلوة طمطم شبك. واحد زي من أم الشغل في المكان ده. ناس بخلة وسحتاجية. كل ما أقول لهم هات جنيه يا باشا، التانية تقول لهم مياد لا يا مياد أوعى. يقول لك جيبوا جيبوا معاقين والمصحف. أما نادي الزفتة دي برضه تساعدني. يا اعتماد. يا اعتماد. الراجل ده عليه صوت مش طبيعي. اعتماد. مال صوتك يا حاج؟ ايه ده انت ايه ده؟ انت مركب مكبر صوت يا عم انت ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل يا حاج؟ ايه؟ هو ايه اللي حصل لصوتي؟ انت شارب هيليوم ولا ايه؟ ده انا شارب شاي عادي والله بس شكله شاي العروسة. دول بقى شرحان ونفيزة بجد. الله يخرب بيتك عملت فيهم ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا اسف يا جماعه هي حاله بسيطه. هو انا عملت ايه؟ طيب هدور في الشنطه واجيب المفيد. طيب ماشي. ثانيه واحده بس دي كده. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. معلش عشان الشمس بتحرق عينيها بس. سلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة الا بالله. بص الراجل ده لابس ايه؟
انا اسفين اسفين. تعال اكل دماغي. عايزين ننادي على الضيوف يا جماعه عشان التورته. يا زينب يا زوزه. ايوه يا مراد. ايه ايه؟ ايوه يا مراد، عايز اقول لك على حاجه مهمه. انت بتقولي ايه؟ مراد مراد، انا خفيت يا مراد. عملها اللهبل. هو فين الدكتور؟ هو فين؟ فين الدكتور؟ هو فين يخرب بيته؟ ده عمل معجزه. هو فين ده؟ انا كنت فاكر دكتور. يا عظيم يا عظيم، انا اللي كنت بقول لك عليه اهبل. ابوس ابوس، انت عظيم. الف مبروك يا مياد. ميادك بقى الساخ سليم من النهارده، مفيش فس. انت ضحيت بنفسك يا دكتور. طب والحاله دي هتستمر تمام كده؟ خلاص خفت خالص؟ يا الحاله دي مؤقته. مؤقته؟ ماشي كتر خيرك والله. يعني اتكل انت على الله بقى. يلا سلام عليكم. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يلا نص ساعه كده عشان بس الضيوف. زي ما كنت تعبان وارتحت. الحمد لله الحاله كانت صعبه والحمد لله. ازيك يا مراد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انا زعيانه من ايه؟ ايه دي راحت؟ زعيانه ايه؟ عشان انت اتيقت عليا يا مؤديك شويه حياه شعري. انت عامله محمد هنيدي في تيتا رهيبه. ايه ده اللي انت بتعمل؟ ايه حمام؟ طب روح روح الجنينه هناك. الجنينه؟ اه بس اوعى تزروت حاجه. لا هحفر حفره واعمل فيها ورد بعد ما اخلص. لا حمام. امال فين الناس؟ يلا يا جماعه المعازيم فين يا جماعه عشان التورته؟ هما فين؟ احنا هنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه ده؟ ليه حضرتك مخبي المدام كده؟ اصل احنا صعايده وحريمنا ما تتكشفش على حد. يا راجل حرام عليك، بلاش تقفيل، خلي الست تسلم علينا يا اخي. ما هو ما ينفعش تسلم عليك لمصلحتك يا اخي. احنا ناكل لقمه ونجور في داهيه. لا يا استاذ عيب، انتوا ضيوفنا. لا لا ارجوك اوعى عشان اسلم على المدام. مساء الخير. اوبا بسم الله ما شاء الله، عشان كده مخبيها. متجوز ست مليانه. ها تعال. تعال. ايه يا فندم؟ انت راجل محظوظ. ليه؟ عشان متجوز ست مليانه، دول احسن ستات. بس في مشكله، كان في واحد صاحبي قبل كده متجوز واحده مليانه ونزلت كردون مباني. لا ما تقلقش، تعالى يا حبيبي انا مظبط مع الحي. مع الحي بتاع المحافظه؟ اه. لا ما ينفعكش. لا إيه؟ انت عايز الحي القيوم عشان ينقذك من المصيبه اللي انت فيها. معلش سيبه لي يا محمود اتعرف عليه شويه. طلبتها ونلتها. منورانا. طلبتها وهتنولها. انت غريب يا استاذ. في ما تسيب الست ترحب يا اخي. ايه يا محمود في ايه؟ معاك مدام كريمان. اهلا بحضرتك، انا مراد حضرتك. ازيك يا بوس زينب؟ اهلا اهلا. نفسي اوريكي بقى البروش الالماظ اللي انا جبته لها هديه عيد ميلادي. لا ده انت تورهوني بقى. طبعا ورهوني. ده بنص مليون جنيه. آه؟ ايوه نص مليون جنيه. دي تالت هديه اشتريها الشهر ده. الحق، بيقول لك يعني 150 مليون جنيه وتدفعهم. اهرب. ايه في ايه؟ اهرب. في ايه يا ست؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ ده انا هقول افرجك بقى على العربيه الجديده اللي جبتها لها الشهر اللي فات. كمان عربيه؟ اه. انت في ايه؟ في ايه؟ ايه الفلوس دي كلها يا عم؟ عادي بصراحه انا اغنيه جدا. اهو شفت بقول اهو مفيش حاجه بتحصل عشان تبقى فاهم. اهو الحمد لله. ثانيه واحده بس معلش. ايه؟ ارد على التليفون. الو. ايه ايه كله؟ إيه؟ المصنع بتاعي اتحرق. انا فلست. البس. المصنع اتحرق. ده مصنع طفايات حريق. اتحرق ازاي؟ ايه ده؟ انا اسف يا فندم. خلاص الحمد لله. لا هي مش ذنبها، هي مش ذنبها، ده قدر. خلاص ما تضايقش الست. لا يا اخويا ما انت ما تعرفش اللي فيها. اسكت اسكت، انت مش اول واحد. في ايه طيب؟ ما تعمليليش كده، بتضايقني ام الحركه دي. ثانيه واحده محدش يفتح بقه. الحل الاخير ده سليبنج باج. انتوا رايحين سفاري ولا ايه؟ ثانيه واحده اصلك مش فاهم حاجه. ما تفتحش باي. انا تعبت طول المصلحيه تعبت من روش يا حبيبي. السلام عليكم. برجلك بقى برجلك. يا لهوي زي ما انت. ايوه اهو. السلام عليكم يا جماعه. يا جماعه المعازيم يا جماعه ارجوكم، عايزين نطفي الشوق التورته. يلا يا جماعه عشان عيد الميلاد. يلا يلا يا رجاله، يلا يا رجاله عشان عيد الميلاد. أكننا معازين. ها يعني احنا معزونين هنا ماشي، ومن غير ما حد ياخد باله ان احنا اساسا حرامية وبعدين عاملين معازين. ها يعني احنا اساسا يعني احنا حرامية. تعالى يا استاذ احنا عاملين نفسنا معازيم يعني عشان. امال فين الواد الرابع بتاعنا؟ فرنكات. يا ده فرنكات. ما تقولش فرنكات. فرنكات بيه. ولا 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 تعالى
يا معلم. ايه اللي اخرك؟ كنت باكل. تاكل البدله دي؟ لا باكل شعري. مش عايزين دوش، احنا كاننا معازين. يلا تعالى اتفضلوا على البوفيه يا باشوات. يلا بينا. يلا حبيبي يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ba-ba-ra-ba-ra. وانزل يا جميل في الساحة. قلنا ايه؟ 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 حرامي يما ماله يا بنتي؟ حرامي يما ماله يا بنتي؟ قرصني يا لهوي. قرصني يا لهوي. ايه يا معلم؟ ما تجيبش غير اغنية فيها حرامي انتهبل. مش احنا حراميه يا معلم. ولا ولا عارفه يا حبيبتي احلى حاجه في الضيوف ايه؟ ذوقهم زي بالظبط في اللبس، بيلبسوا زي بالظبط. لا يا باشا ده تشابه جاكيتات. اكتشفنا الله يخرب بيوقع. الف الف كل سنه وانتم طيبين. الف كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب. ايه؟ ربنا يجعلها اخر الاحزان. ربنا يجعلها اخر الاحزان. مين؟ انتوا مين؟ احنا ازاي ما تعرفيش الباشا؟ ده حسام باشا مشترك معانا في النادي. فاكر لما كنا بنلعب تنس وهو عدى؟ مش فاكر؟ لا انا عمري ما شفته في النادي. ولا انا والله بروح النادي اصلا. بنلعب تنس وهو عدى؟ ليه؟ اهلا وسهلا سيادتك، احنا كلنا عضوين في النادي يعني. لا ما شفتوش خالص. انا هقول لك ما شافكش في النادي. بيبقى بشوفه على طول في الجيم. يا ابني النادي ما فيهوش جيم، ده نادي يخت. بنروح الجيم ونركب ميكروباص المطريه نروح النادي. يعني بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي سيادتك. أيوة. يعني وبعدين بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي حضرتك. يعني اهلا وسهلا. والله انتوا نورتونا في كل الاحوال. اهلا بيك. الله يخليك. رحبي بقى بالناس، انا هشوف الناس اللي في الجنينه يا حبيبتي. اوكي مع الف سلامه. مع الف سلامه. وانت اللي هتنقذني يا هبل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تحب اجيب لك ايه تاكيو؟ نعم اجيب لكم ايه تاكيو؟ عايزين مترجم حضرتك يعني. يعني انا قصدي عندنا حيويات غايبي، شيئي، تويتا، بسبوسه، سيزو، اكيي. هات لنا انيس عبيد. اجيب لكم باتون سايح؟ انا بنسى ليه؟ انا ما بنساش، بالعكس بالعكس، انا بقعد اعيد عشان ما انساش يعني حضرتك. يا باتون سايح. بص هو ايه؟ هنعرف اهو باتون سايح. ابو قصمات. ابو قصمات من ابو كمون. يالا وكل سنه وانت طيبه حضرتك يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بشواتي بشواتي. مفيش بيتي فرن ولع يا هانم ولا ايه؟ اعياد ميلاد. الباشا دايما بيحب يهزر. تهريج اعياد ميلاد. انزل لم فلوس. انزل لم فلوس. حرامي يما. بلاش سيرة. اهلا وسهلا. كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين. طب احنا اتفضلي يا حضرتك يعني. اتفضلي يا حضرتك. طبق لي. لا 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 ايه يا معلم؟ بصوا احنا هنخلع دلوقتي. هنخلع دلوقتي. فيلم. مسلسل. مسرحيه. ايه طيب؟ كلمتين. قال قال انت قال الرهينه. اطلع بره. يلا اطلع بره. يلا يا معلم ركز. يعني انا عايز اقول لكم امشوا. امشوا. ايوه هتقول لنا امشوا يا معلم. امشوا. حاضر يا معلم. يلا بسرعه بسرعه. يلا ما تمشي بطل غباء. يلا واحنا بعديهم خمس دقايق نمشي. ايه؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. كده هي طبلت. بقول لك ايه؟ احنا نمشي. انت عارف مين؟ مين؟ ده عمار. عمار باشا بتاع الامن العام. ده بيدور علينا. ايه ده ظابط ده؟ امال ايه يعني؟ امال لابس ظابط ليه؟ غريب. مش يتنكر. احنا نستخبى بسرعه. احنا هنخش في الحيطه كده. بلاش حاجه. خش 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 بسرعه. خش بسرعه. الو الو. ايوه يا فوية يا حبيبتي. ايه يا عمار يا حبيبي؟ كلمت حماده اخويا في امريكا. ايوه يا حبيبتي كلمته في امريكا. كلمته اطمنت عليه.
قلت له بتقضي يومك ازاي في امريكا يا حماده؟ قال لي مفيش، الصبح بركب الهمر وبالليل بقعد مع القمر. قال لي انت بتقضي يومك ازاي في مصر؟ قلت له ما تخافش يا حماده عادي، يعني الصبح بركب اللادة وبالليل طبعا مع اختك يا حماده. بقول لك ايه يا حبيبتي، الشبكه مقطعه، ممكن تطلعي في البلكونه؟ حاضر يا عمار. وصلت البلكونه يا روحي؟ انا قاعده في البلكونه دلوقتي. انت في البلكونه دلوقتي يعني؟ حد من القناصه هيضربها بسرعه. فويه فويه ماتت. الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، انا جاركم الجديد. اهلا وسهلا. عرفت ان عيد ميلاد حضرتك النهارده فقلت اجي اتعرف عليكم. حضرتك متجوز؟ من 5 دقايق كنت متجوز والله. النقيب عمار 20 فرق مكافحة إرهاب، 20 سنة بطل الجمهورية، 20 شراء مراد الدور الأرضي. قصدي حضرتك فهمتيني غلط، ده عنوان الاسم لو في أي بلاغات ولا حاجة. ما تعرفتش بالأخ؟ ده أستاذ مياد جوزي. يا نهار أسود. مساء الخير يا فندم. النقيب عمار. ومد ايديه يا محسنين الغرام. ظابط عادي خالص والله. 20 شارع ايه بقى؟ شارع الرحمه. انا وحضرتك هتفضل قاعد فوق؟ مش هتنزل تقعد معانا تحت ولا ايه؟ لا انا قاعد هنا. عامه انا هعديها لك بس عشان خاطر انت لابس معاه. ده فرصه سعيده جدا ان احنا نتعرف ببعض والله. اهلا بيك. لا والله انا سعيد، ده انا ازددت شرف. انت مش عارف ده اللي انا لابسه ايه ده؟ ايه ده؟ ده ماكدونالدز. طب يلا يلا ما حدش. ده البيج ماك والله. يلا يلا ما حدش. كان في كرافات تكاتش. اسمع في مكانك انت وهو. معلش اصل وانا داخل ركنت العربيه بتاعتي فقفله على العربيه حمراء. عربيتك حمراء؟ لا سيادتك انا عربيتي محموحي. عربيتك انت حمراء؟ لا انا عربيتي فحفح. فحفحي؟ معلش انتوا رافعين ايديكوا ليه؟ سيادتك عيد ميلاد يعني وكنا بنغني. عودوني عودوني عودوني. سيادتك يعني امال انتوا رايحين فين دلوقتي؟ لا مفيش، انا رايح الحمام واخده معايا كورق تواليت يعني حضرتك. استنى عندك، انا شفتك قبل كده. كده ده معاد ابو زعبل خلاص. اكيد شفته في النادي. انت ما تعرفش ده مين؟ ده مين؟ ده حسان باشا يا حلولي. يا حلولي؟ ايوه يا فندم سيادتك، حسان باشا يا حلولي. حضرتك انا من احد اعضياء النادي حضرتك. بتشتغل ايه حضرتك؟ ده اكبر مستورد مكن حلاقه في مصر. نوع المكن بتاعك اسمه ايه؟ سيادتك مكن الحلاقه ده مكن مميز جدا. سيادتك ما بتستعملوش؟ لا. ولا سيادتك مثلا ما بتستعملوش؟ اصل المكن بتاعنا ده مميز جدا، وسيادتك كظابط لازم كل يوم تحلق دقنك حضرتك. طبعا. يعني لازم حضرتك يبقى فيه الشكل والهيبه والمنظر، فلازم حضرتك ما بتستعملش المكن اللي انا عندي يعني. اسمه ايه المكن بقى؟ سيادتك ما جاوبتش عليا، بتستعمل المكن ولا ما بتستعملش المكن؟ اما انا بقول لك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت نسيت اسمه ولا ايه؟ سيادتك حلقوا له. مكان حلقوا له سيادتك، ده نوع هايل حضرتك. انا اول مره اسمع عن الاسم ده. سيادتك ده مكان هايل، لو عاجب حضرتك انا هنزل اجيب لك عينات دلوقتي من العربيه، لو عجبتك نجيب لك بقى المكان كله ان شاء الله. يلا يا دكتور. استنى عندك. ما بنبقى جنبك بتستنى نلف وتقول استنى. انتوا ما اكلتوش حاجه؟ سيادتك احنا كنا بنشمر يعني عشان ناكل. سيادتك عايز نجيب لك ايه؟ نجيب لك نيسي باين ولا ايه؟ جيب لك ايه؟ انا هاكل اي حاجه، تورته اي حاجه. سيادتك هنجيب لك اللي انت عايزه. صوابع زينب. والمدام اسمها مدام زينب. والله سيادتك هتاكل صوابعها. اعياد ميلاد. هزار اعياد ميلاد. انتوا اساميكم الحقيقيه ايه؟ يا دونجل يا معلم تمساح، يا معلم تمساح، يا دونجل يا معلم. في ظابط انتوا لسه ما مشيتوش؟ في ظابط وربنا ومفيش خدامه. والله في ظابط اقسم بالله اهو، عشان تبقى تصدق بس ان هو الظابط اهو. اركن لي على جنب يا حبيبي. والله ما بعرف اسوق يا باشا. ثانيه واحده، انا عرفت يوجي ده. اليوجي ده لو اسمه تمساح يبقى هو الحيامي بتاع البيوت. كله اثبت مكانه، ما حدش يتحرك. المكان كله محاصر، ما حدش يتحرك. المكان كله محاصر بقولك. وقف لعبتك القاطرة دي. مش عارف اوقفها، مش عارف اوقفها. ما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف. المكان كله محاصر، اي حد هيتحرك هموته. هموت.